تيجي معاك بس يا صاحبي. الرسمة دي المقصود بقى شنو؟ ايش معنى الرسمة يعني؟ تختار كم ممكن تقول لي الوش لكن ما حنا. طيب ما في مشكلة، انت ما واضحة بالنسبة لي الرسمة. سمح البيوت بسيطة بسيطة يا عم، فهمت؟ انا ما احسس انه البيت لازم يكون طابق 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 كثير كذا، ما ضروري يكون كبير يعني. هاي كده بسيطة صغيرة يعني، الحي البسيطة بالضبط. انت كنت تدرس عربية هنا والرسمة اللي كان يعني ماسحة دي بتدل على انك انت كنت تدرس عربية. ارسم عربية يعني تخليت عنها؟ ما احسس انا تخليت عنها، بس كنت اقدر ارسم. هي صراحة غلبتني اول ارسم عربية، لان انا مالي في الرسم. دي الحياة الثانية. طيب ليه انت ما تعلمت الرسم؟ منو؟ انت ليه ما تعلمت الرسم؟ ما هوايتي. هوايتي في هوايتك شنو كده يعني؟ تاتو الرسم بتاع وشام. تاتو الرسم وشام؟ جميل جدا والله. لايك زاد. يلا يلا يلا، وده شنو يعني تاني في الورق اللي خلف الورق؟ تباكتو بيبر بيدل على انه وشن. بيدل على انه وشن بيحكي عن شنو؟ عن منظمة كاملة اسمها واسكوس. منظمة واسكوس؟ واسكوس. واسكوس دي منظمة ولا جروب بتاع مافيا وحاجة؟ لا منظمة، كانت بتحكي عن الاضطهاد العرقي. كانت عن يعني مفيد جدا. تشرفنا يعني بمقابلتك يا حبيبي 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 حبيبي.